طب يا شيخ حضرتك معلش سؤال اتفضلي. دلوقتي يا شيخ في قرار نزل ان البنات ما تروحش المدارس بالنقاب ان شاء الله ربنا يبطلها، رفع قضية عليهم، رفع قضية القضاء الإداري عليهم. طب مثلا لحد ما المدارس على اخر الشهر على بال ما يتحزم في القضية او يحكم في القضية هل يجوز دلوقتي نودي البنات من غير نقابات ولا نقعدهم في البيوت؟ ممكن تلبسها كمامة الآن. ماشي يا شيخ. الله يكرمك.